حاج محمد من الدهليه. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا حاج محمد. حضرتك يا استاذ سامح، احنا عندنا مشكله هنا بقالنا اكتر من 5 سنين او 6 سنين. وهي ايه؟ حضرتك اكتر من فدانين ارض في الدقهليه بيترشوا مبيد بيموت، ونعمل محاذر ولا مؤاخذه المحاذر ما بتفيدناش باي حاجه. والارض بقول حضرتك مره حطوا فيها مخلفات رغم مباني وتفرش على طول مبيد، وحضرتك الارض بور. مين اللي بيرش المبيد؟ النهارده احنا في محصول الغله، احنا في محصول الغله النهارده احنا في محصول الغله. حضرتك محصول الغله مرشوش مبيد، اللي يشوفه يصعب. لو المؤاخذه مش على المله ما يعملش كده. الغله مرشوش، اروح الجمعيه الزراعيه يقول لي احنا بنعمل لك معاينه وخلاص. طيب انا سعيد جدا بس لازم اناقشك. اتفضل. انت الاول منين في الدقهليه؟ المشكله دي فين؟ انا من اولينا 100 غمر دقهليه. 100 غمر؟ اوليلا 100 غمر دقهليه. ابو ليلى. قريه اسمها اوليلا. عارفها. الارض انت بتتكلم عليها دي بتاعت مين؟ الارض دي حضرتك في جزء لوالدي وجزء ليا. مين اللي بيرش؟ لمؤاخذه ناس متسلطين علينا هنا في البلد ومبورين الارض ومتعندين ان هو يقول لك هتفضل طول العمر بور، وبقالنا اكتر من 5 سنين ومعايا حضرتك معاينات تثبت الكلام ده من تاريخ من 5 سنين فاتوا. هو انت عايز تكمل في الزراعه ولا ايه رايك نحولها سكن؟ لا ده حضرتك هي في الزراعه. حضرتك انت عاوزها ايه؟ انت عاوزها ايه؟ حضرتك هي في الزراعه يا استاذ. انت محتاجها ايه؟ محتاج تزرع ولا محتاج تحولها كردون مباني؟ طبعا انا نفسي ازرع لان انا راجل فلاح وراجل عقل. ده اللي انا عايز اسمعه، هو ده اللي انا عايز اسمعه. انا مش في ايدي ان احنا نحولها مباني. طيب يعني في خلاف ما بينك؟ عايزين ناكل عيش لان حضرتك انا راجل فلاح ولا مؤاخذه شغلتي الفلاحه. طب ودي حاجه جميله، يعني ده شرف لينا كلنا. ولا مؤاخذه في الكلمه انا راجل عندي نسبه عجز كمان وهي دي اللي معجزاني. طيب انا معاك. احنا بص احنا كلنا سندك، تمام؟ دي اول حاجه. يا استاذ انا بستغيث والله. طب اسمعني خلاص، انا والله رسالتك وصلت لي ومش هنتخلى عنك، يعني احنا معاك بقدر المستطاع باذن الله ربنا يوفقنا، تمام؟ ده المشكله دي خلاف ما بينك وما بين اشخاص في البلد جيرانك انت عارفهم. أيوة. تمام. ايوه. ليه ما حررتش محضر في اسم الشرطه؟ كتير يقول لك مش عارفين نثبت عليهم. اعمل محضر وبنعمل لك محضر وخلاص. طب معاينات الجمعيه؟ ما عندي لمؤاخذه معاينات الجمعيه بيقولوا لي ما احنا بنعمل لك معاينه وخلاص. لمؤاخذه عملت طلب ودخلت ديلي وكيل النيابه والطلب ده موجود عندي لحد دلوقتي. قال لي انت مش عامل محضر، خليك مع المحضر بتاعك. والله يا استاذ سامح ما انت قادر اصرف، والله انا راجل فلاح. اسمعني بس علشان انا مش يعني انا عارف وحاسس ان في مشكله كبيره عندك ما هياش سهله. دلوقتي انا عايز ان يكون في جهه، هنكلم وكيل وزاره الزراعه ياخد لي تعينه من الارض نثبت ان فيها المبيد اللي انت بتتكلم عنه. حضرتك النهارده موجود، لو عايز حضرتك اصور الارض وابعتها لك. مش هي مش مجرد صوره، انا هتكلم وكيل الوزاره بحيث انا عايز تقرير فعلا مظبوط. انت اكيد لما دام عامل محضر ورافع فيه قضيه كتير. انا من امتى حوالي 4 ايام عندك محامي بيشتغل معاك في الموضوع ده؟ اسمعني يا حاج بعد اذن، عندك محامي شغال معاك في الموضوع ده؟ ايوه. عندك محامي؟ ايوه يا باشا. طيب مع الاعداد كده وارقامكم مع بعض علشان نشوف ايه اللي ممكن نساعده من تقرير فني من جانب مديريه الزراعه. وده زي ما قال لك السيد وكيل النائب العام ان ده موضوع متداول امام القضاء. اذا كان انت محتاج اوراق تثبت ان في رش بالمبيدات دي ده وتحليل واخذ عينات، ده نساعدك فيه في الزراعه. اما بقى مين اللي عمل كده او الاشخاص، ده شغل تحريات المباحث وشغل الدوله، شغل الشرطه. ماشي. انما من جانبنا احنا نشوف اثبات، نشوف ايه الدليل على ان في ماده فعلا بتترش او مبيدات بيتم رشها، ده اللي احنا نشتغل فيه سوا. وصل لي القمح ناشف موجود. وصل لي الكلام ده، انا مصدقك. وصل لي حضرتك. انا عامل محضر في مديريه الزراعه من قيمه حوالي 4 ايام 5، لما زهقت هنا من مدغمر واجوار مدغمر رحت طالع على المديريه عملت محضر هناك وقالوا لي هيجي لك معاينه، ولا مؤاخذه المعاينه ما جاتش. انا اكلم المديريه عشان نشوف المعاينه. حاضر، مفيش مشكله دلوقتي حالا.
حاج ضاحي. يا استاذ سامح، بالله بالله عليك، لله لله، والله انا بستغيث انا واولادي بقالي اكتر من 5 سنين مش لاقاهم. الموضوع يا حاج محمد دلوقتي خلاص، انا قلت لك وعد مني هكلم السيد وكيل وزاره الزراعه عشان اللجنه تيجي وعلشان يعملوا المعاينه بتاعتهم، علشان تبقى في ايدك اوراق رسميه او مستند رسمي تقدمه امام الجهات المسؤوله. حاضر.